إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى مخبرا وواصفا لحال الإنسان يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ولذلك نستشعر ضعفنا في حال الصفاء ونرى الدنيا بتفاصيلها أكبر منا ونشعر أحيانا بأننا ريشة في مهب رياح الدنيا العاصفة تشعر أحيانا كأنك طائر مقصوص الجناحين خائر القوى بحاجة إلى عون ومساعدة لديك أشياء تخشى عليها وتريد أن تجعلها في عهدة غيرك سواء كانوا أبناء أو أموالا أو صحة أو حياة إذن فلج إلى رحاب الوكيل وأرح نفسك من ضعفها وقلقها وقلة حيلتها وتفيأ بظلال الوكيل يقول الله تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله إلا هو وكما أفردته بالعبادة فكذلك أفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا كما في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه وكذلك في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وآيات كثيرة في هذا المعنى يأمر فيها بإفراده بالعبادة والطاعة كما يأمر بتخصيصه بالتوكل عليه وارجع قليلا واعتبر سياق هذه الآية لتعرف المناسبات بين الآية أمر الله نبيه أولا بالقيام في الليل وبترتيل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ثم أخبره بأنه سيلقي عليه قولا ثقيلا وهو القرآن والتكليف إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثم أخبره أن له شغلا شاغلا متراكما في النهار إن لك في النهار سبحا طويلا ثم يأتي كلام جديد وهو ذكر لما يخفف عنه كل ما سبق ويسهل عليه وطأته فقال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فلما أمره سبحانه بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل الثقيل من الأعمال أمره بالصبر على ما يقول فيه المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به
وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن. أرأيت كيف اكتنفت الشدائد والقول الثقيل بالصلة بالله قبلها وبعدها، وأن السلاح الذي به تواجه هذه المفاجآت والمنغصات هي هذه المذكورات من صلاة وتبتل، وهو الانقطاع إلى الله، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصال بمحبة الله وكل ما يقرب إليه ويدني من رضاه. وبعده ذكر الله على الدوام، والرابع هجر من آذاك هجرا جميلا، كما قال الشافعي رحمه الله، قال: زن من وزنك بما وزنك به، وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه، من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه. ولا بد من الصبر على كل ذلك، لا بد من الصبر على فعل الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على جهاد المشاقين لله، والصبر على الكيد بشتى صنوفه، والصبر على بطء النصر، والصبر على قلة الناصر، والصبر على بعد الشقة، والصبر على انتفاش الباطل، والصبر على طول الطريق الشائك، والصبر على التواء النفوس وضلال القلوب وثقلة العناد ومضاضة الإعراض. وحين يطول الأمد ويشق الجهد قد يضعف الصبر أو ينفد إذا لم يكن هناك زاد ومدد، ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر، فهي المعين الذي لا ينضب والزاد الذي لا ينفد، المعين الذي يجدد بالطاقة والزاد الذي يزود القلب، فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع، ثم يضيف إلى الصبر الرضا والبشاشة والطمأنينة والثقة واليقين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى يستمد منها العون، حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة، حين تواجهه قوة الشر الباطنة والظاهرة، حينما يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشبهات والشهوات وإغراء المطامع، وحينما تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة، حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدود، ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا في حياته وقد أوشك المغيب، لم ينل شيئا وشمس الحياة تميل للغروب، حينما يجد الشر فاشيا والخير ضاويا، ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق، هنا تبدو قيمة الصلاة. إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية، إنها الموعد المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالمنبع الذي لا يغيض، إنها مفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض، إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرض الصغير إلى مجال الواقع الكون الكبير، إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة، إنها اللمسة الحانية للقلب المكدود المتعب. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في شدة يقول: أرحنا بها يا بلال، ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله. إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة،
والعبادة فيه ذات أسرار، ومن أسرارها أنها زاد الطريق، وأنها مدد الروح، وأنها جلاء القلوب، وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر. إن الله سبحانه حينما انتدب محمدًا صلى الله عليه وسلم للدور الكبير الشاق الثقيل وقال له إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلًا، فكان الإعداد بماذا؟ كان الإعداد للقول الثقيل والتكليف الشاق والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن. إنها العبادة التي تفتح القلوب وتوثق الصلة وتيسر الأمر وتشرق بالنور وتفيض بالعزاء والسلوى والطمأنينة والراحة. ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام إلى الصبر وإلى الصلاة. فاتخذه وكيلا، الله هو الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلا حقا لا ادعاء كفاه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هل هناك غني على وجه البسيطة يأمرك ألا تستعين إلا به وألا تتوكل إلا عليه؟ لا وجود لهذا الغني على الإطلاق، لأنه ليس من طاقة البشر، وإنما الله وحده يقول ذلك ويفعل ذلك ويقدر عليه. التوكل أيها الإخوة يقين قلبي، يقين قلبي يحيلك إلى سائر تحت مظلة عظيمة تقيك حر الهموم ومطر المكائد ورياح الدنيا المقلقة. والمحروم الشقي هو الذي لا يستظل بهذه المظلة فتطلع ألسنة الهموم والغموم على الأفئدة. وأعظم ما تتوكل عليه فيه هو عبادته والاستقامة، أن تتخلى وتتبرأ من حولك وطولك وتقول بقلبك قبل لسانك إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء، أنفع الدعاء على الإطلاق، فإذا هو طلب العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين: أنزل حوائجك كلها ببابه، فقط اجعل قلبك منكسراً منكسراً له على الدوام، وكأنه مخبت تحت العرش ساجد، ولو لم تدعه بمقال لسانك إنه يريدك على هذه الحالة الخاشعة فقط. فإذا كنت كذلك فثق بعدها أنه سيسعفك بمطلوبك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي قمت للصلاة له، والذي مرغت جبهتك له، والذي نكست له رأسك، هو الأحق أن تعلق به حاجاتك، أن توكل إليه أمورك، أن يكون هو ملجأك من مخاوفك، وأن تجعله المعين على تحقيق أحلامك. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك الأركان. يأتي بعض الناس ليثبطوك، لينقلوا إليك شيئا من الواقع المر، ليهزوا يقينك الداخلي، ليلعبوا بأحاسيسك، ليأمروك أن تخشى وأن تخاف وأن تتضعضع، أن تغير موقفك، أن تغير وجهة مبادئك. يريدك أن تنقمع في ضغوط الواقع. في تلك اللحظة اغسل قلبك بالإيمان وقل معتقدا: حسبي الله ونعم الوكيل. لحظتها ستنقلب بفضل من الله ورضوان، ولن يمسك سوء. اقرأ وتدبر قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله ورضوان وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. واحذر أن تتخذ غيره وكيلا، احذر أن تلتجي إلى سواه، سيصيبك الوهن وتغزوك الوساوس، سوف يتعلق قلبك بشعب الدنيا. قال سبحانه: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يحرم عليك، يحرم عليك أن تبحث عن غيره وهو الموجود، وأن تتكل على سواه وهو الحي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.